راتب يومين على عبد الله العلاوة واللي جنب ما ادري اظنه مصلح. مصلح 3 أيام وانت يومين يا ابو ياسر. واذا زدت وزدنا. انتم يا اخويا اللي هنا في الجلسة لازم لكم تعنصرون معي، ونعنصر مع بعضنا ضد الربع اللي هنا. وانا بعطيكم لحن انضبط او ضده. يا لا 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 يستحق الفخر منا والتحية من وقف بالحد فطرة السرية من وقف بالحد فطرة السرية سهر من دون حدك يا وطننا بذل روح على ترابك هدية ما يعرف النوم وعيون نسارة محتضن حب الوطن والبندقية عشت يا رمز الشجاعة والبطولة عشت يا راعي المواقف والحمية افخر انك دون مكة والمدينة يا بطل واقف مواقف قوية كاتب التاريخ بافعالك ودمك ما كتبته بالحروف الابجدية احس عودينا وافخر يا وطننا افتخر فينا ونفخر بالهوية يا بلادي يا بلادي يا بلادي عشت من هيباتنا حرابية سارعي للمجد والنصر المؤزر الله أكبر والعلا للمعنوية يا بطل يلي على الحد الجنوبي تستحق الفخر منا والتحية تستحق الفخر منا والتحية بيض الله وجهكم ساعدتوني حتى لو أنه مشاركة لكنه ساعد